السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 24/2/2024، نهاية الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا. قبل ما نبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم السبت 24/2/2024، مازيمبي فاز على بيراميدز 3-0. المباراه الثانيه جالاكسي خسر من الوداد الرياضي البيضاء المغربي 0-1، احرز في الوداد بدر كادارين في الدقيقة التانية من أكتوبر الضعف في الشوط الأول. نوازيبو الموريتاني خسر من سان داونز الجنوب أفريقي 0-2، أحرز دافعي سان داونز غران كيكانا في الدقيقة 21 و لورش في الدقيقة 91. يونغ أفريكانز فاز على شباب بلوزداد الجزائري 4-0، فوز كبير. النجم الساحلي التونسي خسر من الترجي الرياضي التونسي 0-2، أحرز هدفي الترجي يان ميديرو ساس في الدقيقة 26 وزكريا في الدقيقة 41. طيب متابعين الكرام، بالنسبة لبداية الجولة الخامسة بدأت أمس الجمعة 23/2/2024، الهلال السوداني تعادل أمام بترو أتلتيكو 0-0. من دياب الغاني خسر من النادي الأهلي 0-1. أزيك ماموزا تعادل أمام سيمبا 0-0. خلينا نتعرف الآن على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. المجموعة A تضم مازيمبي المركز الأول 10 نقاط، سان داونز المركز الثاني 10 نقاط، هما الاتنين تأهلوا رسميا إلى دور الثمانية. نوازيبو الموريتاني المركز الثالث 4 نقاط، وبيراميدز المركز الرابع الأخير 4 نقاط أيضا، هما الاتنين خرجوا. المجموعة B التانية تضم أسيك ماموس المركز الأول 11 نقطة، تأهل رسميا إلى دور الثمانية. سيمبا المركز الثاني 6 نقاط، الوداد المركز الثالث 6 نقاط، واحد من الاتنين دول هيتأهل، وجالاكسي المركز الرابع الأخير 4 نقاط. المجموعة سي التالتة تضم بترو أتلتيكو المركز الأول 9 نقاط، ترجي الرياضي التونسي المركز الثاني 8 نقاط، الهلال السوداني المركز الثالث 5 نقاط، والنجم الساحلي المركز الرابع الأخير 4 نقاط. طيب لسه ما اتحسمتش المجموعة سي. المجموعة دي الرابعة تضم الأهلي المصري المركز الأول 8 نقاط، يونغ أفريكانز المركز الثاني 7 نقاط، هما الاتنين تأهلوا رسميا إلى دور الثمانية. شباب بلوزداد المركز الثالث 5 نقاط وخرج، ومديامة كذلك المركز الرابع ب6 نقاط وخرج. طيب متابعينا الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين عندنا في المركز الأول حسين الشحات لاعب النادي الأهلي 4 أهداف، في المركز الأول مكرر مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، وشيخ فوفانا لاعب مازيمبي، وباكوم زوزوا لاعب يونغ أفريكانز، وكاروموكو لاعب أسيك ميموزا. بعد كده أكتر من لاعب سجلوا 3 أهداف في المركز الثاني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.